أيها الحفل الكريم، سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز يتحدث إليكم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسم سيدي خليفة الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أرحب بكم في مملكتكم المملكة السعودية، وأشكر لكم جهودكم في خدمة أمتكم الإسلامية والعمل على نهضتها ونموها. إن المملكة العربية السعودية حريصة على تحقيق تضامن بين الدول الإسلامية، وهذه سياستها المستقرة والثابتة، لأنها ناشئة عن من الأسس التي قامت عليها امتثال لأمر ربنا عز وجل جل وعلا بالتضامن وعدم الفرقة. فقال جل من قائل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجت الواحد إذا اشتكى منه عضوا تداله سائر الأعضاء ذات الجسد بالحمى والسهر. لقد أضعت المملكة اهتماما عمليا بالتضامن المنشود، وعملت له في الماضي والحاضر خلال الأطر التي تربطها بالدول والشعوب الإسلامية، وجسد البنك الإسلامي للتنمية عبر الأمثلة على ذلك، حيث بادر أخي الملك فيصل عبد العزيز رحمه الله بطرحه كفكرة تبنتها منظمة التعاون الإسلامي. كما جاء قرار مؤتمر القمة الاستثنائي الرابع الذي كان موضوع التضامن الإسلامي، واللي كان موضوع التضامن الإسلامي وعقد في رمضان من عام 1433 بجوار بيت الله الحرام، تعزيز موارد البنك بمبادرة من سيد الحرمين الشريفين الملك عبد الله حفظه الله، استمرارا لتجسيد هذا العمل، هذا المبدأ والأصل في المتين في سياسة العالم السعودية. إن رؤية المملكة تقوم على الشمولية في المسؤولية نحو تحقيق التضامن، فلا تناط هذه المهمة بحكومات وحدها، فالمنظمات والمؤسسات مثل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية دور مهم في ذلك، والأمر يحتاج إلى تنسيق الجهود في العمل والتنفيذ، لأن الهدف من التضامن الإسلامي هو تجميع قدرات الأمة على ما يصلح حالها ويبعد عنها الشرور ويرفعها إلى مستوى المشاركة الفاعلة في خدمة القضايا الإنسانية، وذلك بكثير بتوفيق الله وعونه في تجاوز العراقيل والعوائق تكون الاستعانة بالله والثقة بوعده، وبذلك وبذل الوسع والطاقة. أيها الأخوة، تواجه الدول العالم الإسلامي تحديات كبيرة تتطلب العمل بشكل متواصل ودون كلل لمواجهتها، من أبرزها التحديات الاقتصادية التي تتمثل بتحقيق تنمية بشرية ونمو اقتصادي مستدام وتعزيز السلام والاستقرار في العالم الإسلامي وخارجه، وتقوية الشعور بهوية واحدة ومسار مشترك. وهذه التحديات تتطلب برامج طموحة للإصلاح ومعالجة الضعف الاقتصادي والتكيف مع البيئة الاقتصادية العالمية المتغيرة، وتعزيز الجهود للقضاء على مقومات على معوقات التنمية وإشاعة الوسطية والاعتدال. ونحن نقدر مجموعة البنك الإسلامي للتنمية مساعدتها للدول الأعضاء لمواجهة هذه التحديات. إن المملكة السعودية تعتز بمقر هذا الصرح الكبير وتؤكد إيمانها الراسخ برسالته ومهمته، ونهني البنك مرور 40 عاما على إنشائه. بهذه المناسبة نثمن قيامه مراجعة مسؤوليته، وهذه علامة
العلامات نظم وعي تقييم ومراجعة ما أنجز وما ينبغي إنجازه في ضوء الأهداف النبيلة التي قام البنك عليها، وأشكر كافة من أسهم في هذه المسيرة الخيرة وبشكل خاص معي الدكتور أحمد علي مدير البنك لجهوده الكبيرة في تطور نمو المجموعة ما حققته المجموعة من إنجازات مع اعتزازنا جميعا ودافع لمواصلة العمل والتطوير وتؤكد استمرار دعم المملكة السعودية لهذه المجموعة لمزيد من النمو والنجاح. وفي الختام أشكر المجموعة ولكم جهودكم في خدمة دينكم وأمتكم. سأل المولى عز وجل العون والتوفيق لاجتماعكم ولاجتماع النجاح والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.